بالنسبه لهذا الاضطراب هو اضطراب جيني بالضبط. الجين المسؤول على لون البشره اللي هو الميلانين. بالنسبه للجمعيه كانت الفكره ديال التاسيس ديالها من طرف مدام امل. الفكره ديالها كانت في 2012 تما فين شكون اللي عاوننا بزاف باش اننا ناسسوا الجمعيه. فاش جات الانترنت وجاو لي ريزو سوسيو وشفنا جمعيات على برا تاسسوا يعني في فرنسا في الدول الاوروبيه وقلنا علاش ما تكونش جمعيه في المغرب. دابا وصلنا لواحد المرحله ديال الا كنا خارجين وما حسيناش بان الناس كيميزونا كنقولوا كيفاش ولفونا صافي ولفنا نورمال ان العين كتجبد الحاجه اللي مختلفه. مثلا كاينين واحد المجموعه ديال القراعي وحده بيضاء والاخرين مثلا كحله راه بنادم كيمشي لذاك الاختلاف هو اللي كياثيريه هو كما كيقولوا. كنحاولوا اننا نطلبوا من وزاره التضامن والاسره للسيده الرئيسه ولا ديال الاسوسياسيون يعني راسنا الوزاره على اساس انه يكون واحد الحوار ولا تشارك ما بين هذه الوزاره الوصيه على هذه المساله هذه انها توصل الصوت ديالنا.